عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. انقضى أسبوع الصحة والسلامة العقلية والرفاهية بالعديد من المشاركات، وأتمنى أن تكونوا استفدتم من تلك الفعاليات. شكرا لكل من ساهم في تلك الأنشطة، وما زال لدينا العديد من الفعاليات خلال الفصل الدراسي الأول، ومن أهمها يوم العلم، ذكرى اليوم الوطني، يوم الشهيد، ونتطلع لمزيد من المشاركات من طلابنا. بخصوص اختبارات الماب تيستينج، فأود تذكيركم بأن الأسبوع الحالي يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 12 و13 من أكتوبر سيكون اختبارات الماب للصفوف 6 و7 لطلابنا الذين لم يستطيعوا تأدية الاختبار الأسبوع الماضي، على أن تكون كالتالي: يوم الاثنين مادة القراءة ومادة الـ ELA، يوم الثلاثاء مادتي الرياضيات والعلوم لكل من الصفوف 6 و7. أيضاً أود التنويه أن يوم الخميس من الأسبوع الحالي الموافق 15 من أكتوبر سيكون اختبارات الصفوف من الروضة الثانية حتى الصف الخامس فقط للطلاب الذين اختاروا التعلم عن بعد بشكل كامل، وقام أولياء أمورهم بتعبئة استبيان اختبارات الماب تيستينج، مع العلم أن الاختبارات ستكون من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً. كما أريد توضيح أن حضور الطلاب لأداء اختبارات الماب تيستينج من المبنى المدرسي اختياري وليس إجباريا، ويرجع إلى قرار ولي الأمر في حال رغبته لذلك. أيضا تلقينا العديد من الأسئلة من بعض الأهالي بخصوص الطلاب الذين اختاروا التعلم بشكل كامل عن بعد من الصفوف الروضة حتى الصف الخامس، ولا يرغبوا في اختبارات أبنائهم من المدرسة. نود مشاركتكم آلية اختبار هؤلاء الطلاب من المنزل من خلال الجدول التالي. كما تشاهدون أمامكم أعزائي أولياء الأمور الجدول المرهق: يوم الأحد الصف الخامس والصف الرابع، يوم الاثنين الصف الثالث والصف الثاني، يوم الثلاثاء الصف الأول والروضة، يوم الأربعاء امتحان الإعادة لجميع الصفوف، ويوم الخميس أيضا سيكون امتحان الإعادة لجميع الصفوف. يرجى منكم مشاهدة الفيديو التوضيحي التالي في حال وجود أي عوائق قد تقابلكم أثناء تأدية الاختبار. Okay, so this is how you go into the map testing application. You are going to look for the NWEA application and click on it. حتى نسوي الماب تيست لازم نلاقي الـ NWEA تطبيق، لازم نلاقيه على التليفون. Once you click on the application will open up the map testing app. لما نضغط على الايكون راح تفتح معنا التطبيق. And when this opens, you are going to put in your session ID in the first one. Now this will be different for each specific test. And you're going to type in your session ID that you get from your teacher. After that, you will put in your session specific password in the password section. لما يفتح معنا التطبيق لازم نحط السيشن اي دي وبعدين نحط السيشن باسورد، وهم دائما مختلفين من امتحان لامتحان، يعني مستحيل يكونوا نفسهم في كل امتحان. And when you are finished, press the blue arrow or enter button. لما نخلص نضغط على السهم الأزرق ولا تسجيل الدخول. This is going to open up your session for map testing. Here you will look for your name in the first tab. Click on it and your name will appear of all the students in here. لما تفتح الصفحة هنلاقي فيها قائمة. نفتح القائمة ونشوف اسمنا فين بالضبط ونختار اسمنا. And in the bottom selection part here, you will now see the different tests of the section that you can join. You just have to click on your section, on your test, and it will go into that test. And then you click on the blue arrow. في آخر الصفحة حنلاقي مجموعة من الاختبارات ولازم نختار اختبار منهم، يعني الاختبار اللي انتو راح تسووه هو اللي تختاروه. And once you click on the blue arrow, it's going to take you to the next screen where you will be in a waiting room and the teacher will admit you to the test. You're just going to wait a few minutes until the teacher lets you in and then your test will start. بعد الضغط على السهم الأزرق حتتحول لصفحة انتظار، وهي صفحة انتظار إذن الدخول من المدرس. أول ما المدرس يعطي إذن بالدخول حتفتح الصفحة تلقائياً. Okay, so now I'm just going to show you how you can download the map test app.
The first thing you're going to do is you're going to go into the app store, right? And then click on the search bar and type in NWEA. And then it will give you the applications that match up with that. Just click on the get button and there you go. It will download, confirm it, that it will download to your Apple account, and it will download to your Apple account and will be available on your device. أول شيء لازم ندخل على الأب ستور وبعدين نضغط على البحث ونشوف تطبيق اسمه NWEA ثم نضغط على أحصل على التطبيق وبعدين حيكون التطبيق موجود عنا بالجهاز. إذا وصلتكم هذه الرسالة على الشاشة يعني أنكم حاولتم تسجيل الدخول على صفحة الامتحانات NWEA Web ولم تتمكنوا. أول شيء لازم نوقف تفعيل البوب أب بلوكر من المتصفح المستعمل. أول شيء نضغط على ثلاث نقاط في الصفحة من فوق على اليمين ثم نضغط على الإعدادات إلى اليسار ونضغط على الخصوصية والأمن ثم ننزل إلى آخر الصفحة لنجد بوب أب وريديركت اضغط عليها ثم اضغط السماح. بعد الضغط على إضافة نكتب بين معقفين نفتح معقف بعدين نجمة بعدين نغلق المعقف بعدين M A P N W E A نقطة O R G يعني بين المعقفين نجمة بعدين M A P N E NWEA نقطة ORG بعدين نسجل نضغط إضافة بعدين لازم نغلق النافذة ونغلق نافذة الامتحان ونرجع للصفحة الرئيسية وبالأخير لازم نرجع لتسجيل الدخول تأكيد من ضغط Map Student Login يعني تسجيل للطالب الخاصة بالتلاميذ وستفتح صفحة الامتحان من جديد للتذكير هاي الإعدادات للتلاميذ الذين يستخدمون تابلت سامسونج وآسر كروم بوك ولا تنسوا أنه عليكم استخدام متصفح الكروم فقط لفتح هذه الصفحة. السادة الأهل الكرام، كما تعلمون أننا بدأنا دورات تدريبية لأولياء الأمور مدرسة الريانة، دعوني أشرح لكم باستفاضة عنها. دورة تدريبية للأهالي الكرام بمعدل من مرة إلى مرتين بالشهر. تعقد تلك الدورات أونلاين من خلال رابط يرسل للأهالي عبر الرسائل النصية أو مجموعات الواتساب الرسمية للمدرسة. مدة الدورة غالباً ما تكون 40 دقيقة. تفتحها بكلمة ترحيبية من مديرة المدرسة. ثم يقوم المحاضر المستضاف بالبدء بعنوان الدورة. قد يكون المحاضر من داخل المدرسة أو من خارجها على حسب موضوع الدورة. وكانت أول دورة تدريبية لمدرستنا عن كيفية استخدام برنامج التيمز. أما بخصوص الدورة التدريبية الثانية سيكون عنوانها إجراءات السلامة والوقاية المتبعة لمدرسة الريانة أثناء جائحة. سيكون جدولها كالتالي: ستبدأ أولى دوراتنا من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر لرياض الأطفال، ويليه يوم الاثنين الموافق 19 من أكتوبر للصف الأول والثاني، والثلاثاء الموافق 20 من أكتوبر لصفوف الثالث والرابع، والأربعاء الموافق 21 لصفوف الخامس والسادس والسابع. كما أن لدينا برنامج مليء بالمواضيع التي ستنور إعجابكم إن شاء الله، وفي حال رغبتكم بطرح بعض من الموضوعات التي تريدونها، يرجى التواصل معنا من خلال الإيميل الموضح أدناه على أن تكون موضوعاتكم جزء من برنامجنا للدورات التدريبية، وسنقوم جاهدين على الإعداد والتجهيز لها كلما أمكن لنا. شكرا لحسن استماعكم ودمتم في رعاية الله، مع السلامة.